يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. حلقتنا وعدة حلقات تانية رح تكون عن مجموعة متنوعة من تجارب التصوير الذاتي. قبل ما أبدأ بوجه شكر خاص للصديق الفنان المصور والمخرج السينمائي غطفان غنوم على المشاركة بصوره الرائعة بخمس حلقات من هالسلسلة يلي عدد حلقاتها 10 حلقات. هالحلقات مقتبسة من واحد من أهم الدكاترة النفسيين يلي بيشتغلوا على العلاج النفسي من خلال التصوير، بالإضافة لكونه من أهم المصورين بأمريكا ومن أهم المحللين الفنيين للتصوير الفوتوغرافي. هاي الحلقات هي خلاصة بحث ضمن كتاب عدد صفحاته بيتجاوز 250 صفحة، أو طبعا بالإنجليزي لأنه مثل ما ذكرت ما في أي بحث بالعربي من هالنوع للأسف. كنت حريص قدر الإمكان يكون المضمون بسيط ومفهوم وبدون المساس بالقيمة المعرفية للكتاب. هلأ رح أتناول الشغلات المهمة من هذا البحث بتصرف وأتناول صياغتها وأعرض لكم إياها بس بطريقتي مع تعديلات بتخص الثقافة البصرية أكثر من أنه يكون بحث نفسي، لأهميته القصوى بمجال محو الأمية البصرية يلي عم اشتغل عليه من فترة مثل ما بتعرفوا، بالإضافة لأنه بيضيف كتير معلومات وخبرات للمصورين الهواة والمحترفين رح تفيدهم كتير، وأنا متأكد أنه أول مرة رح يسمعوها. نبدأ بالسؤال التالي: ما الذي يمكن أن يكون إنسانيا أكثر من صور الذات؟ صور الذات بتجعلنا فريدين بين جميع الكائنات على هذا الكوكب، لأنه عنا وعي ذاتي متطور للغاية، بينما الحيوانات الثانية مثل الشمبانزي مثلا عندهم وعي بسيط قد يظهر أحياناً وعي بأنفسهم، لكن ما وصل أي من هون للمستوى يلي ممكن يستخدم فيه الأدوات لالتقاط عملية التأمل الذاتي بشيء خارجي عن أنفسهم حتى يتمكنوا لاحقاً من التفكير بهي العملية من التأمل الذاتي. هلأ هذا الوعي في عمق فلسفي والمستوى النفسي للتحليل كتير مهم. في ظاهرة استبطان عجيبة متناقض وحتى صوفي. بهي الحلقات بودي انه استكشف هاي الابعاد الرائعة للتصوير الذاتي للصور الشخصية. تعريف بسيط للمصطلح. الجذور اللاتينية بتخبرنا عن كلمة تصوير انه الصورة الذاتية هي رسم وتمثيل الفرد، يعني تمثيل الذات. هلأ حابب وضح شغلة مهمة كتير من البداية مشان تكون الامور واضحة، انه لما بقول مصورين فبقصد كل المصورين على الاطلاق، لأنه حتى يلي ما بيعرف شي عن التصوير لما بيمسك موبايل وبيعمل سيلفي فصار مصور، فكل حدا بيصور حدا صورة ذاتية أو بيصور حاله تعتبر حالة تصوير ذاتي، يعني صار مصور. يلي بقصده هو هون بهالحلقات عن موضوع التصوير الذاتي. أوكي، نرجع للموضوع. لما بتصور حالك
أو حدا بيصورك صورة خاصة، فأنت بتكون عم تحاول استخراج وتصور مين أنت. ممكن تعمل هالشي لسببين أساسيين، للاستكشاف وإنك تفهم نفسك بشكل أفضل، وللتعبير عن نفسك وللآخرين كمان. حالات التصوير الذاتي يلي عم تعملها هي شيء مثير للاهتمام، لأنه أنت عم تقوم من خلال هالصور بإنشاء ملف التمثيل الموضوعي للذات، وبتسمح لك الصورة الذاتية لتشوف نفسك مثل ما عم يشوفوك الآخرين، مثل ما بيسمح للآخرين برؤيتك كيف أنت بتشوف نفسك، أو مثل ما بتتمنى إنهم يشوفوك. هي كلياتها خطوات خيالية من الوعي الذاتي يلي بيجعلنا بشر. بالطبع ممكن يكون في بعض الأسباب العملية للغاية، لذلك بينشئ المصورين صور ذاتية. هلا أي حدا ممكن يحتاج للصورة لأسباب ترويجية، أو حدا ممكن يرغب بتوسيع نطاق مهاراته من خلال محاولته ممارسة هذا النوع من التصوير الفوتوغرافي. ببعض الأحيان ما بيملك الناس نماذج صور بتكون بمتناول اليد، أو بيترددوا بمطالبة شخص ما ليصورهم، لذلك هن بيضطروا يصوروا حالهم بحالهم. إذا كنت بتريد إنك تمارس وتجرب الإبداع، لازم تجرب تصور بنفسك. ما بتعرف، من المحتمل تكتشف إنك بارع بمجال التصوير وعندك موهبة. العديد من الناس بدوا بالصور الذاتية قبل المغامرة بتصوير ناس تانيين. هلأ الخبرات اللي حصلوا عليها هدول الناس أفادوا ناس تانيين بخبرتهم يلي حصلوها، وبهي الخبرة قدروا يرشدوا كتار أثناء المشاركة مع هدول الناس بالتصوير مع بعض. هلأ الشيء المهم كمان إنك إذا كنت بتقدر تحكي عن نفسك من خلال أوضاع معينة جيدة، فربما بتقدر تعمل هالشي مع الآخرين. تعلم كيفية تمثيل نفسك، لأنه ممكن تعلمك لتمثيل أي شيء. هي الحلقات مو لتعليم التصوير الذاتي بشكل احترافي بحت، لأنه رح أركز فيها على جانب الوعي والفهم للتصوير كحالة ثقافية ونفسية بنفس الوقت. هي الحلقات رح تكون رحلة استكشاف معرفي مهمة كتير، ورح يقودنا هذا الاستكشاف لمجموعة رائعة من تجارب التصوير الذاتي. خلينا نتعامل مع هالرحلة وكأنها مجموعة تجارب، وهي التجارب رح نقسمها لفئات. هي الطريقة رح تساعدنا على فهم مجموعة من العوامل المساهمة بهي التجارب، ومع ذلك من الجيد دائما انك توضع باعتبارك انه بعض الفئات يعني رح تتداخل احيانا، وحتى ممكن انه بعض العناصر ما تناسب اي من هي الفئات، لذلك لازم نصحصح. رح نواجه بالتأكيد هي المعضلات عند التحقيق بشيء معقد مثل الصور الذاتية. لهون بتكون انتهت هي الحلقة، بتمنى تكونوا استمتعتوا وتكون الصورة واضحة عن كل شي حكيته، وتضلوا بخير وفرح.